بالحب فتحنا الأبواب وجمعنا أغلى الأسباب، تلك رسائلنا الأسرية فحواها من خير كتاب. من فيض غدير المضمون إحساس الأرواح يكون، وبريق المعنى المكنون نرسمه من دون عتاب. فحياتك من أجل الغير تزرعها شوقا بالخير، وتجسد فيها التقدير بالحب لأجل الأقرار. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا وحبيبنا عبد الله ورسوله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أتحدث إليكم حول قول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأمر أهلك بالصلاة، هذه الصلاة العبادة العظيمة التي هي عمود الإسلام والتي فرضت على جميع الأنبياء. ما من نبي إلا وأمر بالصلاة والزكاة. الله تعالى يقول عن إبراهيم وبنيه: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ويقول عن إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. الصلاة فيها صحة دينية، الأب والأم مسؤولان عن سلامة صحة الأولاد بنين وبنات النفسية والدينية والجسمية. والصلاة عمود الإسلام وأفضل الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، وهي العبادة التي من تركها كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ولهذا كان الأمر بالصلاة من أعظم الواجبات. والتربية دعوة وتعليم وتوجيه وحماية، وهي مسؤولية الوالدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهي مسؤولية سيسألان عنها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيتها. وينبغي لنا أن نفرق بين أداء الصلاة وبين أدائها في المسجد. أداء الصلاة مأمور الإنسان أن يمرن عليه أولاده لسبع سنين، وأن يؤدبهم عليها لعشر سنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين. الحديث رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني. وأولادكم يشمل الذكر والأنثى، وليس معنى هذا أن نأخذهم إلى المسجد، لأن المسجد إنما يؤخذ إليه الطفل ليتمرن إذا كان يعرف حقوق المسجد. أما إذا كان إذا ذهب إلى المسجد فإنه يزعج
ويفسد على المصلين خشوعهم فإنه يصلي في البيت، لأنه يضار إذا ذهب إلى المسجد، يضار الناس في عبادتهم في بيت الله تعالى. القدوة مهمة، فإذا علم الولد وعلمت البنت اهتمام الوالدين بالصلاة فإنهما قدوة يقتدي بها الأولاد البنين والبنات. والله تعالى جعل ذلك من الإمامة في الدين. قال الله تعالى في صفة عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أي قدوة يقتدى بنا في الخير. الدعوة والتربية تحتاج إلى رفق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. تحتاجها أن نجلس جلسات حوار ملؤها النصيحة والمحبة والشفقة. وفقني الله وإياكم لطريق الهدى، وأعاننا على سبيل الدعوة، وأصلح ذرياتنا ونياتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية. بالحب فتحنا الأبواب، وجمعنا أغلى الأسباب، تلك رسائلنا الأسرية فحواها من خير كتاب. من فيض غدير المضمون إحساس الأرواح يكون، وبريق المعنى المكنون نرسمه من دون عتاب. فحياتك من أجل الغير تزرعها شوقا بالخير، وتجسد فيها التقدير بالحب لأجل الأقران.